كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن موقف الثنائي حسام عاشور وصلاح محسن من الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم. وقال محمود أن خروج الثنائي من مران الفريق اليوم جاء كإجراء وقائي، موضحا أن إصابة صلاح محسن عبارة عن كدمة في أنكل القدم نتيجة التحام مع باسم علي، فيما تعرض حسام عاشور لخلع متجدد في ظفر القدم نتيجة لكرة مشتركة مع أحمد فتحي. وأوضح طبيب الفريق أن الثنائي سوف يشارك في التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي.